السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك صديقي. كيفكما؟ إن شاء الله بخير. أشكرك على قبولك الطلب إنك تكون ضيف معنا بالحلقة، وإن شاء الله استمتع الجمهور بطلتك وتكون حسن ظن الجميع. الحمد لله رب العالمين، وبتشكركم على الاستضافة الجميلة وعلى عين الجمهور الطيب. مايك، تقول للجمهور شو هو اسمك وشو هي جنسيتك، وين أنت هلا مقيم حاليا، وشو هي هواياتك المفضلة؟ اسمي همام، الملقب بـ MC راب مان، وأنا من سوريا، تحديدا من حلب. وطبعا أنا عايش بحلب، وبالنسبة لهواياتي يعني الموسيقى بشكل عام هي أكثر هواياتي، وبالإضافة لكرة القدم يعني بالدرجة الثانية، بس مو أكثر. بأي سنة بلشت أنت مجال الراب، وشو هو السبب اللي خلاك تبلش فيه وتغني؟ بلشت راب بآخر 2005، يعني فيك تقول بداية 2006. بالنسبة لسبب دخولي لمجال الراب، هو بكل بساطة أنه الكل بيعرف إبراهيم باشا ناروز، هو اللي أنا عن طريقه عرفت شيء اسمه راب، سواء راب عربي أو راب أجنبي يعني. فهو كان صار له بيغني حوالي يمكن الشهرين أو الشهر هيك شيء، يعني مدة بسيطة. فبحكم صحبتنا يعني كنا بالمدرسة، يعني كنا أعتقد صف سادس، فبيجي بيسمعني بيحكي لي أنه همام اسمع وهيك يعني. فأنا قلت له شو هذا اللي عم تعمله أنت؟ فحكى لي هذا راب وهيك. فلما رجعت البيت، أنا طبعا أنا يعني بعرف كنت أشتغل موسيقى ومن أنا صغير، يعني من حوالي الصف الأول بعزف على آلة البيانو، فعندي يعني خلفية موسيقية بشكل عام. فحاولت أني أجرب يعني أمشي على بيت، أجرب على كذا، لقيت حالي أنه أنا أوكي، في يعني في شيء بشدني. والراب هو بحد ذاته حسيت أنه يعني بحكي لي تعال، يعني أنه أنت مكانك هون. فبس هي بكل بساطة يعني بلشت بهالطريق. وطبعا من هداك الوقت لهلأ أنا وإبراهيم باشا هي يعني البناتنا الأخوة، هي أطول من هاي المدة اللي اشتغلناها كراب. فهذا هو يعني السبب بكل بساطة. شو بيعني لك الراب، حلم أم هواية أم عمل؟ شو أنت طامح لإله؟ بالنسبة لإلي الراب أول ما بلشت كان حلم، يعني بقول لك من حوالي 11 سنة لورا، وخاصة كنا بعمر صغير يعني صف سادس. فأنت شو مقدرتك لما بتكون صف سادس، أنه مصروفك مثلا، الموافقة الأهل على الشيء اللي أنت اللي بتسويه، هذا كمان بيلعب دور كتير كبير. فأنه نحن لما كنا نسجل غنية، حتى الألحان يعني توصلنا للألحان كان صعب جدا. فحتى مرات كنا مثلا نجيب أغاني معروفة، أغاني مشهورة لأمينيم مثلا، كنا نلاقي مثلا مكان صغير بالأوترو مثلا أو بالإنترو، كنا نقصه ونكرره كذا مرة فيصير عنا لحن فريستايل، كنا نقعد نسجل نغني. يعني هيك كان الطريقة اللي بلشنا فيها. بس بعدين لما مع مرور الوقت صارت الأمور أسهل شوي، صارت يعني بواحد بكل سهولة يجيب ألحان، يسجل، أسعار عدة تسجيل صارت معقولة، يعني تحسنت الأمور شوي. فصار يعني فيك تقول أنه هو بمثابة هواية ولحد هلأ. هلأ طبعا نحن أنا بدرس بكلية الصيدلة، فسنة خامسة. فالفكرة أنه يعني كأمور عمل، يعني أنا توجهي بالعمل ما هو توجه فني، توجه العمل هو توجه دراسي طبي، ولكن ما بيمنع يعني أنه بس نتخرج والأمور تزبط أكتر وصير في تحرر كامل بالنسبة للإيرادات والمصاريف وهالقصص، فممكن يعني يكون هذا الشيء عمل، ولكن مو عمل أساسي رئيسي، لأنه الفن ما بيطعم خبز مثل ما بيقولوا. فممكن يعني ليش لا؟ صديقي مام، هلا كم تجربة دخلت بحياتك؟ كم تجمع؟ كم منظمة؟ بالنسبة لكم جروب أو منظمة دخلت، فهذا موضوع طويل. المهم فأنا بلشت ببداية 2006 مع إبراهيم باشا مثل ما قلت لك، مع شاب ثالث معنا كان اسمه بوي كيلر، تحت اسم جروب رابر حولي. ضلينا من 2006 لآخر 2009 أو بداية 2009، مو متذكر بالضبط. بعد إبراهيم باشا صار بجروب اسمه الكانتري جايز، شباب اللاذقية، طبعا بوجه لهم تحية شباب وإخوان. وضليت أنا مع بوي كيلر بجروب رابر حولي مدة حوالي السنة تقريبا. بعدين فرط الجروب، فدخلت مع باشا مع الكاونتري جايز. ضلينا بالكاونتري جايز مدة منيحة، يعني ممكن تتجاوز السنتين أعتقد. بعدين دخلت مع جروب اللومينوس شايد، مع فراس شالاتي، جوست راب، وآدم زيرو راب، وجراند جوني كيلر. ف
فاشتغلنا حوالي مدة منيحة يعني، أعتقد ممكن توصل للسنة سنة ونص. بعدين صارت شوية يعني مو خلافات، يعني صار في برود في الأعمال شوي يعني، ف يعني حسيت أنه أنا مكاني غلط، أنا يعني ممكن عم بضر الشباب، أو يعني كان لازم أنه ممكن أشتغل فردي. فأنا طلعت وكملت فردي. بعد بمدة انعرض علي أني أدخل بتجمع موفمنت سيف الدولة. هذا التجمع طبعا عمل ضجة كبيرة، كان فيه أكبر الأسماء بالراب السوري، واشتغلنا كذا عمل من ضمنهم يامن أوتلو، إبراهيم باشا كان معنا بالموفمنت. صراحة يعني مو بتذكر كل أسماء الشباب على عيني يعني، بس العتب على الذاكرة. فاشتغلنا بالموفمنت مدة سنة تقريبا، بعدين فرط الموفمنت. بعد هيك ضليت أنا عم بشتغل فردي، لأنه يعني هيك كرهت شيء اسمه جروبات يعني، أنه صار عندي قناعة أنه الجروبات يا أخي يعني أكبر الجروبات عندك مثلا الباكسي بويز فرطوا يعني، فال يعني عادي بتصير كتير. فضليت عم بشتغل فردي لمدة معينة يعني، ما بتذكر قديش بالضبط. بعدها عندي شباب رفقاتي، مثل طبعا رفقة وأخوة أكتر من أخوة، بودي كيو ايت وهيزي مان مستر جي سي ار اكس نيرو. فحبيت أنا أسوي شيء هيك مميز بمعرفتي مع الشباب والعلاقات الشخصية اللي نعرفها مع بعض. فسويت موفمنت باسم الزيرو تو وان ديمونز اللي أنا ماشي فيه وبس. وبعدين آخر شيء لقيت أنه أنا لي مكان حلو مع شخص أنا بصراحة بعتبره هو ملك الهادف، اللي هو مستر دينجر. اشتغلت معه ببطولة، بطولة الفانس للهادف، وعجبني الشغل معه بصراحة، وشخص جدا محترم، وحتى معه دي جي روك كمان شخص جدا عزيز ومحترم. فحسيت أنه شباب محترفين بيفهموا الفن صح، فحبيت الفكرة أنا، وتواصلنا مع بعض ودخلت معهم على الليركس انفيجن، غزو الكلمات. فأنا حاليا تابع لجروب الليركس انفيجن مع مستر دينجر ودي جي روك، وبنفس الوقت ضمن موفمنت 021 ديمونز. فأنا بجروب وعضو في موفمنت يعني، مو أكتر. حلو ما شاء الله، مسيرة مشرفة. في فكرة أنك تعتزل بالأيام، أو في موعد محدد اعتزال؟ هلأ بالنسبة للاعتزال بصراحة ما أعتقد أنه ممكن أعتزل، لأنه مثل ما قلت لك يعني هي هواية أنا بعتبرها. فأي حدا يعني عندي هواية معينة بيحبها وبيحبي أنه هو يمارسها، فما بعتقد أنه ممكن يتركها يعني هيك فجأة. ولكن أنا بقول لك بتمر علي أوقات كتيرة أنه بيكون مضغوط فيها مثلا مشاغل أو دراسة، أو يعني وقتي بيكون قليل، فبنقطع فترة عن الراب. لكن بعد فترة لما برجع بقوة يعني. وهذا كتير سألوني ناس أنا يعني، أنه أنت رابمان بتقطع وبترجع أقوى، كل ما بتقطع بترجع أقوى، فشو الفكرة أنت ماشي عكس التيار يعني ولا شو؟ فهي بكل بساطة مثل ما قلت لك، أنه دام أنه شخص بيحب يعمل هاي الهواية، فلما بتقطع أنت يعني هوايتك، لما بترجع بعدين مرة تانية بتحس أنه أنت عندك شيء بدك تقدمه، بدك يعني بتحس عندك تراكم بدك تطلعه. فهذا هو السبب مو أكتر. ممكن انك تكمل مسيرتك وتنتقل لمرحلة الابجراوند؟ بالنسبة للابجراوند هلأ شوف، انا بالنسبة لألي الراب يعني كلنا منقول قضية ومنقول هدف ومنقول انه رسالة. هلأ شوف هذا شيء اساسي ما حدا بيختلف عليه، ولكن بالاضافة لهذا الشيء يعني حلو يكون في بارل بالموضوع، حلو يكون في هيك تحديات، حلو يكون في اثبات وجود. وهذا كله أنا طبعا بعتبره تحت اسم الأندرغراوند، تمام؟ فالراب بالنسبة لي هو أندرغراوند. ولكن شوف مع تطور الوقت كتير أشياء بتتغير يعني. هلأ مثلا رح أعطيك مثال، مين كان متخيل أنه بال2008 2009 2010 وبعد يعني بهذا الوقت كان يعني الأولد سكول هو اللي مثل ما بقولوا آكل الجو كله، تمام؟ فاللي كان يسمع نيو سكول كان يحكوا له أنتو هذا الشيء بتسمعه سخيف، هذا الشيء ما بينسمع، هذا الشيء بايخ. ولكن شوف هلأ حاليا كيف صاير نيو سكول. نيو سكول يعني صاير هو الأخذ قسم كبير، القسم الأكبر، سواء راب عربي أو راب أجنبي. فهذا أعتقد نفس الشيء يعني. أيام زمان
underground ولحد هلا underground، ولكن الوقت بيختلف. وين المشكلة إذا صار upground؟ طبعا مع بشروط معينه، يعني مثلا انا بالاخر ما بتجي شركه بتقعد تحكي لي انت غني هيك وغني هيك، لا اوكي انا بشتغل على وسط اعلامي، بشتغل اب جراوند، ولكن ضمن يعني الشيء اللي انا بحب اسويه، ضمن الاشياء اللي انا بشوفها. ما في مشكله من اخذ بعض النصائح، من التعلم من الغير، ولكن يعني بضل الرأي الشخص الرابر هو الأساسي. فإذا كان ضمن هاي الشروط وين المشكلة يكون أب جراوند؟ ولكن في عنا مشكلة أنه تقبلوا الناس لهذا النمط من الفن. يعني أغلب الناس شو بتعمل؟ بتستخدم نمط البوب، نمط الار ام بي، بالإضافة مع الهيب هوب والراب وهالقصص هاي مع بعض بموضوع الأب جراوند. فهذا الشيء بيخدم أنه الناس بتصير تتقبل، عرفت علي كيف؟ فهذا هو رأيي، يعني أنه underground، ولكن لا ما نعمل upground إذا كان بيوافق مع الهدف الأساسي لمغني راب نفسه. حلو، تفكير حلو كتير. طب بما أنك محترف بالفلو، فينك تشرح للجمهور شو معاد الفلو بشكل مبسط؟ هلأ بالنسبة لموضوع الفلو، كتير ناس مختلفين عليه أنه شو هو الفلو وكيف بتعمل الفلو. وعرف الفلو، الفلو هو يعني هذا كلام غلط، ما بيصير هيك الناس تحكي فيه. في ناس بتحكي أنه الفلو هو الستايل اللي أنت بتمشي فيه، في ناس بيحكوا أنه الفلو والأداء هن 2-1، في ناس بتحكي أنه أنت طرحك الكلمات هو الفلو. شوف أنا بالنسبة لي، أنا ما درست الراب دراسة، أخذته عن سمع، عن أذن موسيقية، وهذا الشيء اللي خلاني أتبيز بالفلو. فأنا لما مثلا بسمع لحن بجيب أكتب كلمات. طبعا في طريقة لازم أنت أنك تحكي الكلمات على اللحن بطريقة معينة، أنك تمشي على اللحن بطريقة معينة، أنك تنوع بطرق مشيك على اللحن. فأنا بالنسبة لي بشكل مختصر، الفلو هو طريقة مشي الشخص على اللحن. يعني أنت بتمشي بهالطريقة، أنت بتمشي بهالطريقة، أنت عملت حركة هون، أنت عملت حركة هون مثلا، عرفت عليك طريقة حكك للكلمات، طريقة دخولك على اللحن، طريقة فصلك بين الأسطر البارات. هذا الفلو، أنه أنت يعني كيف بدي أقول لك، شخصيتك على اللحن هي الفلو، تمام؟ وهذا الفلو يعني بالنسبة لي مع الوقت هو بيزيد مع الراب. يعني مثلا في ناس بتسمع كثير بتسمع كثير بتسمع كثير لأشخاص نفسهم، أشخاص معينين، بتجي بتغني مثلا بتلاقي أنه مقتبسين بدون ما يحسوا الفلو الشخص اللي بيسمعوا له. فهذا الشيء ما بيكون تقليد، ما هو عن قصد يعني. فهذا هو الفلو، يعني انت لما بتغني بطريقة معينة بتحس حالك انه هون شخصيتك، هون هذا ادائك، انه بسمع الناس بيقولوا هذا هو مثلا فلان. فهذا هو الفلو، لما تهز راسك مثلا على اسطر معينة، فهذا هو الفلو بالنسبة لي، مع احترامي طبعا لجميع الاراء، ولكن انا يعني بمشي على السمع. معلومات جيدة، إن شاء الله الجمهور يستفيد منها. شو علاقتك بجروب الأونينو؟ أنت طلب تدخل معه ولا هن طلبه؟ في أعمال مقبلة معه؟ شباب الأونينو أخوة وأصدقاء، وأنا بعرفهم شخصيا من زمان، كمان من يعني مو من هلأ، بس من أكثر من 4 أو 5 سنين أنا بعرفهم. والشباب شغلهم حلو، وستولكر عندهم مهندس قوي ورابر قوي، فأنا بحب أشتغل مع الناس اللي بتفهم تشتغل صح. بالنسبة لمين طلب بيدخل، أنا ولا هنن؟ فصدقا أنا ما بتذكر، لأنه أساسا يعني نحن ما منطلع على هالأمور، يعني ما منركز على هيك أشياء، يعني اللي بيننا أكبر من هيك أمور سطحية. بالنسبة أنه في أعمال قادمة، يعني حاليا مو مرتبين على شيء، ولكن ما بيمنع أنه نشتغل أعمال قادمة دام أنه الشباب شغله قوي والأعمال قوية، فأكيد ما في مانع. حلو كتير، وبوجه تحية لجروب الأونينو. طيب هلا بطولة الان ايه مع جروب البلاك تي، انت طلب تدخل معهم ولا العكس، مقتنع بالخسارة ضد جروب فلاسفة الفساد؟ في مشاكل بيناتكم انت هلا حاليا شيء؟ بالنسبة للبلاك تيم، مثل ما قلت لك، انا لما بتعامل مع ناس بيكونوا بالنسبة لي اصدقاء واخوة، فانا ما بركز على الامور، يعني ما بتذكر بصراحة انه مين طلب من الثاني يدخل. نفس موضوع الاونينو، ولكن انا تواصلي مع المهند كان، والشباب كلهم اصدقاء ومحترمين، والمهند جدا انسان راقي ومحترم، فانا كان تواصلي معه ويعني حكينا ودخلت معهم على البلاك تيم في البطوله الان اي. بالنسبه لموضوع الجوله مع فلسفه فساد، يعني شوف انا تجنبت انزل بوستات او اعطي احكي بالموضوع بشكل رسمي، ولكن شوف دام انه سالتني راح اجاوب. بالنسبه لي الفوز مستحق للبلاك تيم 100%.
ممكن فلاسفة فساد الخصم كان كلماته كانت أفضل شوي، ولكن يعني باقي أمور التحكيم كانت برأيي هي لصالح البلاك تيم بشكل واضح، مع احترامي طبعا لشباب فلاسفة فساد. وبرأيي أنه انظلموا جدا في هالجولة، وأنا انظلمت معهم لأنه أنا معهم في البطولة في الجروب نفسه. فهذا رأيي، وبإمكانك يعني أنه أنت تدرج الجولة، روابط الجولة في 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 الوصف تبع المقابلة هاي، ومشان تخلي الناس تسمع لو بدك، يعني مشان ما الناس تحكي أنه هذا رابمان بيحب يحكي لألو دايما وهيك. لا، حط رابط الجولتين وخلي الناس تسمع، ما في مشكلة. لأنه شوفه لما واحد يخسر فهذا الشيء عادي، يعني البطولات فوز وخسارة. ولكن لما أحس حالي أنه أنا اشتغلت وتعبت وسويت أمور وآخر شيء خسرت بسبب، يعني ما بدي أقول تحيز، خلينا أقول أنه هو سهوة من الحكام، عدم تركيز من الحكام، ما بدي أحكي عن الناس، ولكن يعني برأيي الفوز مستحق للبلاك تيم 100%. بالنسبة للموضوع أنه في خلافات بيني وبين فلاسفة فساد، لا يعني فاهمين الموضوع غلط. يعني أولا الشباب بيمثلوا الراب السوري مثلنا، فأنا بالنسبة لي هذا ما كان تحدي، يعني كان تحدي ودي بس مو أكتر، لأنه لازم يكون في فايز وخسران. والشباب علاقتي فيهم جيدة وما في أي مشاكل ولا في أي خلافات، لأنه بالأخير نحن يعني بنمثل راب دولة واحدة اللي هو الراب السوري. ف والله ما بعرف، معك حق. طب برأيك بطولة الان ايه مبيوعة؟ بطولة الان ايه اذا كانت مبيوعة او لا فانا ما بعرف بصراحة، يعني هذا العلم عند الله. ولكن بالنسبة لي تحكيم هاي الجولة ما كان ابدا منطقي الا من ناحية الهندسة. كان حكم الهندسة هو اكس ثودو، وانا هذا انسان جدا بثق بتحكيمه، وحتى حكم الهندسة اللي كان قبله حسن ماكس كمان شخص فهمان ومحترف بالهندسة. فيعني تحكيم الهندسة هو برأيي كان الصح، ولكن باقي التحكيم بصراحة أبدا ما عجبني، لأنه يعني عدم المؤاخذة نحن الناس مشتغل راب من زمان، ويعني عنا قدرة أن بالسمع أنه نعرف أنه يا أخي الموجب موجب والسالب سالب، الصح صح والغلط غلط. ولكن لما بتقلب أنت الصح غلط والغلط صح، فهذا موضوع يعني هو اللي بيقلل من موضوع أهمية المنتديات وجودها بالراب العربي. ولكن مثل ما قلت لك، تحيز أو لا أنا ما بعرف، ولكن تحكيم الجولة هو أبدا ما كان منطقي بالنسبة لي، وهذا السبب اللي خلاني أنه أنا أترك المنتدى، وما أعتقد أني ممكن أنزل شيء باسم المنتدى هذا مرة تانية. مو بشكل بطولة ومرات على خيرة. طيب هلا شو هو أقوى تحدي دسات دخلته؟ شو أقوى دس أنت أكلته؟ أقوى تحدي دسات دخلته ما أعتقد في تحدي معين، لأنه أنا بكل تحدياتي اللي بدخلها بدخل بكل قوتي، بحاول أنه أطلع كل شيء عندي. ولكن بالنسبة لموضوع أنه أقوى دس أكلته، فأعتقد هو الدس الجولة الأولى من بطولة الام اي من الكيو ليجندز، وأنا بوجه لهم تحية على فكرة، ونحن على فكرة من بعد الجولة صرنا أصحاب وحبايب وهيك يعني. فبس كان الصراحة الدس قوي، كان إن شاء الله تنحل هالمشاكل هذه. شو رأيك هلا أنت حاليا بالمنتديات؟ بالنسبة للمنتديات بالفترة الحالية فقدت هيبتها، فقدت مصداقيتها، وأنا أعتقد هذا الشيء بسبب مشاكل التحيز اللي بتصير من قبل بعض الحكام، يعني مشان ما نظلم حدا. ولكن هلأ من جديد يعني في بطولة الام اي اللي خلصت هلأ من جديد، كان تنظيمها ممتاز، كان تحكيمها ممتاز، بغض النظر عن آخر جولة الفاينل اللي بصراحة تحكيم الهندسة أبدا ما كان منطقي، لأنه يعني الأذن بتسمع مثل ما حكيت لك، أنه يعني أي مستمع بيقدر يميز أنه هذا صح هذا خطأ. ولكن يعني خطأ واحد من الحكام ما بيعني خطأ على المنتدى كله أو خطأ على المنظمين. فكانت بطولة ناجحة للإم إي. وهلأ بثري داش أنا مسجل ببطولة، وبصراحة ما جربت بطولة بثري داش، ولكن رح نشوف، وأعتقد رح تكون بطولة ممتعة، ورح يكون تحكيمها كويس وتنظيمها كويس، والأمور رح تكون سليمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وتوفيقك ببطولاتك. طيب شو رأيك بالراب السوري هلا؟ أفضل هلا حاليا يعني ولا سابقا؟ رأيي بالراب السوري هلا، شوف بالنسبة للوقت اللي كان في 2009 2010 2011 2012، هاي المدة اللي أنا كنت موجود فيها بالراب السوري، بعتبرها أنه
يعني كانت الأفضل بالنسبة لي، لأنه شوف مع أنه كان عدد الرابرز قلال وموهبتهم محدودة، يعني ما كان في هالتطور كتير بالأعمال، ولكن بحكم أنه أنا بعرف الرابرز كلهم كان الشغل هيك مثل ما بقوله من قلبه رب، يعني كانوا بيشتغلوا بأقوى ما عندهم، كانوا بيحاولوا يوصلوا رسالة بالوقت اللي الناس فيه كانت ترفض تسمع هذا النوع من الأغاني، كانت الناس تحكي أنه هذا فن هابط، كانت الناس تحكي أنه هدول عبدة شياطين، يعني في ناس بتخلط بين هيك شوي الميتال والراب. ولكن بالوقت الحالي المواهب صارت كتيرة، صار في أعداد رابرز هائلة سوريين، ولكن ما في صقل للموهبة، يعني ما في توجيه، ما عندهم فكرة أنه يسألوا حدا عنده خبرة أكتر. ممكن هذا الشيء بسبب أنه شوفت حال منهم، ممكن بسبب ردة الفعل السلبية من الرابرز القدام أنه يقعدوا يتفلسفوا عليهم، لا يعني هذا الشيء هو اللي خلى عدم التواصل ما بين الراب السوري القديم والراب السوري الجديد. ولكن الموهبة حاليا في الراب السوري موجودة أكتر من زمان بكتير، ولكن مثل ما قلت لك يعني ما في صقل لهي الموهبة، ما في توحد بين الرابرز، يعني حتى رابر سوريا القدامى لحد هلأ يعني ما لهم متوحدين مع بعض، على العكس راب الدول التانية اللي منشوفها، يعني في شوية خلافات بغير دول كرابرز، ولكن عنا نحن الخلافات كتيرة، دخلوا السياسة بالموضوع، صار فيه ناس تتخانق، هلأ الحمد لله يعني من جديد صار فيه صلحات كتيرة وصار فيه توحد كتير ما بين، حتى بغض النظر عن التوجه السياسي أو هذا الكلام، ولكن يعني صار في أشياء جديدة، وبتوقع كل ما رح يصير أحسن وأحسن للراب السوري، والحمد لله عم يفرض سيطرته بالراب العربي. الحمد لله وإن شاء الله بالتوفيق للراب السوري كلياته. هلا هون في سؤال، شو أكتر موقف خلاك هيك تضحك بالراب، ويعني خلاك تفض من الضحك بالراب خيو؟ أكتر موقف خلاني أضحك بالراب هو بالألفين وتسعة 2010 ما بتذكر بالضبط، ولكن كان بوقتها بحلب كنا، واتفقت مع مستثمر صالح انه بدنا نسوي حفلة هيب هوب، فبيجي بحكي لنا صاحب الصالة انه سمعونا شيء طيب خلينا نعرف شو هذا الفن اللي انتم بتعملوه، فعملنا هيك فقرة صغيرة فريستايل، فبيجي بقول والله شغل حلو وشغلكم حلو واحسنتوا وابدعتوا، فبعدين بيجي شريكو المستثمر الثاني فبيقول له انه اسمع هدول الشباب، اسمع هذا الرب الجديد، استغفر الله العظيم، يعني هذا هو كانت اكثر موقف انا ضحكت فيه بصراحه، انه يعني فخلص يعني طوف موقف يعني صراحه بضحك. طيب هلا ناخذ رايك، شو رايك ببي ار اكس وفولكينو ودي كي واساسن ارماندو اورتيغا وسايكلو؟ بالنسبة لبي ار اكس هو انسان محترم واخ وعزيز علي، وانا طبعا بتشرف في معرفته، زرته انا واستضافني احسن ضيافة، وحتى سجلت عنده مرة. كراب هو شخص مبدع، له بصمته بالراب السوري، عمل انجازات حلوة على صعيد البطولات في الهادف، له اعمال حلوة، فبعتقد اللي قدمه بي ار اكس هو شيء كويس للراب السوري وقوله بصمته. فولي فولكينو أنا بعرفه من أول ما بلش يغني، أعتقد هذا الكلام ممكن بال 2010 بهالأوقات، كان يعني مستوى جدا عادي، ولكن هذا الإنسان مع الوقت أنا ما سمعته كتير، غطيت عنه فترة منيحة، بس لما بسمعته بعد حوالي 3 أو 4 سنين لقيت إنسان تاني مختلف نهائيا كراب، صار يقدم شيء حلو ويعني مستوى حلو. على الصعيد الشخصي ما في تواصل بيني وبينه من زمان، من قطع التواصل بيناتنا. دي كي كمان نفس الشيء، بعرفه من زمان من ايام 2010. بالنسبه لاسلوب دي كي في الراب انا بصراحه ما كتير بحبه، ولكن كلماته حلوه وقويه، يعني ما في حدا بيختلف على هالكلام، وممكن اكون انا غلطان، يعني انه انا بالنسبه لي عم بحكي انه بحب هذا النمط، بحب هذا النمط مثلا فلان وفلان، ولكن ما هو مقياس يعني رايي، بس يعني بضل انه دي كي هو له بصمته بالراب السوري وبيمثل الراب السوري بالبطولات وشغله يعني حلو نوعا ما. بالنسبه لاساسا يعني أنا سمعته من زمان وسمعته من جديد، ما كتير بتابعه،
ولكن برأيي أنه أساساً مشكلته أنه مستواه ثابت، يعني الشيء اللي بيقدمه ثابت، فأنا يعني ما بقدر أسمعه أكثر من دقيقة مثلاً. وهذا الشيء ما بيعني أنه هو مو جيد، ولكن أكيد بيكون له تاريخه له إنجازاته، بس رأيي أنه في أنه مستوى يعني حالياً نفس مستوى القديم إذا مو كان أقل يعني. بس أرماندو يعني هو بعتبره أنا من أحد الناس اللي بيمثلوا الراب العراق، وأعماله حلوة، وسواء على صعيد البطولات أو على الصعيد الشخصي كأغاني لألو دساته حلوة. وبس أورتيغا يعني أنا سمعته من زمان، من وقت بطولة الأرب ليج كان مستوى قوي، ومع الوقت مستوى ثابت، يعني بحسه بالدسات أقوى من الهادف. سايكلون كمان رابر مبدع، ما سمعت له كتير بصراحة، مع أني أنا بعرفه من فترة مو طويلة يعني أعتقد أقل من السنة، ولكن اللي بيقدمه شيء حلو، والكورسات اللي بيعملها أنا بحب أسمعها. شكرا لك، وبوجه تحية لكل أسماء اللي ذكرتهم. هلأ ليش ما عاد تنزل تراكات مع الباشا بما أنكم صحبة كتير مع بعض؟ في خلافات يعني ولا شو ترتيب؟ بالنسبة لباشا فهذا الإنسان أقرب الناس لإلي على صعيد الراب أو على صعيد خارج الراب، يعني أنا معرفتي فيه وعلاقتي فيه أكبر بكتير من أمور الراب والأعمال، يعني معرفتي فيه هي معرفة عائلية، أنا بعرف أهله هو بيعرف أهلي وفي تواصل دايما بيناتنا، ولكن ممكن الظروف أو الحظ يعني ظروفي وظروفه ما بتجتمع مع بعض، يعني لما بكون أنا مثلا مضغوط أو مشغول هو بيكون عنده وقت، والعكس هو بيكون مثلا مضغوط أو مشغول أنا بيكون عندي وقت، فيعني هي بس حظ مو أكتر يعني ما عم نتوفق، ولكن أنا تواصلي معه كل يوم أو كل يومين، أخباري وأخباره دايما تنتقل لبعض وفي تواصل دايما وما في أي مشاكل بيناتنا، بالعكس يعني أبدا يعني كتير كتير أنا بعتبره مثل أخي. الله يوفقكم وإن شاء الله نسمعكم بتراك سوا. طيب هلأ بأي مرتبة بتشوف الراب السوري حاليا؟ بالنسبة لمرتبة الراب السوري برأيي هلأ شوف، ما في حدا ما بيحب أو يتمنى أن تكون راب دولته هي أم واحد بالراب العربي، ولكن إذا بدنا نحكي هلأ على مرتبة الراب السوري بشكل صريح، فيعني بشوف أنه هو يعني له مكان مهم، ولكن كترتيب يعني إذا بدك يعني أرقم بعتقد ممكن حاليا الراب السعودي هو رقم واحد، وبشوف بعده أنا الراب السوري بالإمكانيات اللي أنا بشوفها هلأ، ممكن على مستوى البطولات أو على مستوى الساحات الراب العربي ما يكون له التواجد الكبير، ولكن أنا برأيي الشخصي على معرفتي براب الدول الثانية أعتقد الراب السوري بيجي بالمرتبة الثانية بعد الراب السعودي، وحتى ممكن هو ياخذ المرتبة الأولى إذا اشتغل صح كموهبة، ولكن على الصعيد الفعلي ما شفت أنا تواجد كتير للراب السوري، ولكن هلأ من جديد صار في تواجد قوي، وبالبطولات الراب السوري يعني مقتحم بشكل كبير، ومع الوقت رح يكون الراب السوري هو في القمة، ورح تشوف أنه كلامي صح مع الوقت وعلم على كلامي ان شاء الله. ونشوف الراب السوري بعد المراتب. طيب بما انك انت عندك القوه الكبيره بالفلو وتميز في المجال الدسات، ليش لهلا لا اظهرت هذا الشيء انه صرت تنزل بطولات وتنزل مع العالم كلياته؟ شو السبب؟ شوف هلا انا بالنسبه لي رقم واحد بالنسبه لاولوياتي بشكل عام هي الدراسه والشهاده، فمن وقت ما بلشت لحد هلا يعني بتلاقي انه الدراسه اللي مدرسها يا اخي يعني ما بتعطيك مجال انك انت تلاقي وقت فراغ انك تشتغل فيه صح على كيفك على مزاجك، يعني تخصصك في الجامعة، الوضع اللي نحن عايشينه هون في البلد، وضعي انا بمحافظة حلب، الوضع الاجتماعي، يعني هاي الامور كلها ما كانت في صالحي طول هاي السنين المضت، ولكن هلأ من جديد بهاي الفترة منطقة جامعتي انا المفروض كان انزل كورس صيفي في الجامعة، ولكن صار في مشاكل أمنية، صار في خطر على مكان موقع الجامعة، فاضطريت أني أنا أوقف تسجيلي بهالفترة ككورس صيفي لمدة حوالي شهرين يعني، فلقيت عندي الوقت المناسب أنه أنا أطلع اللي عندي، فهذا هو السبب بس مو أكتر، يعني هو كان مشكلة وقت وضغط لقيتها بهالفترة، فقدرت أنه أنا
أوصل الشيء اللي أنا بدي إياه بهي الفترة اللي سامحت لي. وهلأ يعني ممكن بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة حتبلش الدوام مرة تانية في الجامعات، وما أعتقد أني أنا رح لاقي الوقت مثل هلأ، ولكن إن شاء الله أضل قادر أني أنا أكمل الشيء اللي وصلته للناس بهي الفترة. حلو كتير، والتوفيق لك بمسيرتك. بما أنك هلأ أنت عرفت كتير وصار عندك جمهور كبير، ممكن تعمل فيديو كليب بالأيام؟ بالنسبة للفيديو كليب، أنا حاليا قائم على عمل فيديو كليب، عم بشتغله على مهل. بس يا أخي في مشكلة نحن عنا حاليا، أنه يعني تعرف الأوضاع اللي بتصير هلأ بسوريا وخصوصا حلب، يعني أنك أنت تصور بالشارع هذا أمنيا ممنوع، عرفت علي كيف؟ فمواجه كتير صعوبات بهالأمور، ولكن يعني الحمد لله هلأ مع الوقت شوي شوي عم نقدر يعني ناخد لقطات معينة بحيث أنه ما نثير شبهة، يعني بحيث أنه نمشي الموضوع بشكل كويس بدون ما نروح فيها يعني. وبس بالتوفيق إليك، وإن شاء الله تهدأ أوضاع سوريا، ونسمع فيديو كليب منك يعني يستاهل هالحكي كلياته. تعرضت للأزمة من الحكومة أو من أي شخص في مجال الراب يعني بسبب مجال الراب؟ لا لا ما صار هيك شيء. شو نوع المايك اللي بسجل عليه، ومين بتجيب الالحان من نت او ملحنين خاصين؟ ليش ما جربت تتعلم هندسه صوتيه انت تنس لحالك؟ هلا شو هو المايك اللي انا بسجل عليه؟ بصراحه ما بعرف، لانه انا ما عندي اهتمام بهالامور. انا بسجل على العده الصوتيه لمستر جي اللي موجود هلا معي بحلب. بصراحه انا ما عندي اهتمام يعني بهالامور، ما بحب يعني، مو ميولي، ما عندي اهتمام بهيك امور. بالنسبة لموضوع الألحان، إذا شفت لحن على النت حلو بشوف حالي أنه أنا ممكن أتميز عليه فبجيبه عادي، وبنفس الوقت يعني ما في مانع أنه أشتغل على ألحان بروديوسرز أصدقائي، وهذا الشيء أساساً هو الصح، أنه أنت تشتغل على شيء خاص فيك هو هذا الشيء الأفضل طبعاً لكل الرابرز. فأنا بصراحة بمشي بين الاثنين. بالنسبة للهندسة الصوتية، بكل بساطة أنه أنا ما عندي ميول للهندسة الصوتية من زمان، يعني أيام 2006-2007 كنت أشوف الهندسة كيف تصير، كنت أتابع أحيانا، ولكن بعدين يعني ما بشوف حالي بهذا القسم، لأنه أساسا المغني بشكل عام هو يعني مو مطلوب أنه هو يهندس، هو أنت يا أخي تغني بس، نحن يا أخي منغني ومنكتب ومنلحن أحيانا كورسات وهيك، بس الهندسة يعني ما عندي ميول لها. مع مين حابب تغني من سوريا، من الوطن العربي، من العالم بشكل عام؟ بالنسبة لشباب الراب السوري واللي بيمثلوا الراب السوري، يعني 90% منهم أصدقائي، فالنقطة مو أنه أنا مع مين حاب أغني، النقطة أنه مع مين لازم أغني، لأنه يعني شوف أي حدا بيمثل الراب السوري بالنسبة لي فأنا حاب أغني معه، أي حدا ممكن يفيد الراب السوري أنا حاب أغني معه، يعني ما في أسماء معينة لأنه الكل مبدع والكل لازم يمثل الراب السوري، فأنا وين بلاقي مكان أنه ممكن نرفع فيه الراب السوري أنا بشارك فيه، ما عندي مشكلة إذا العمل كان قوي والشخص المؤدي كان قوي بغض النظر عن الاسم والخبرة. بالنسبة للوطن العربي، بصراحة ما عندي الاهتمام كبير، ولكن يعني في ناس قوية بالراب العربي مثب تحالة بشكل كويس. بصراحة ما عندي أسماء حاليا في راسي، ولكن في كتير أسماء أكيد أنا بحب أشتغل معه. بالنسبة عالميا، يعني أنا بصراحة رقم واحد بشوفه في العالم هو إمينيم. حلو كتير. طيب شو هي أقوى جولة لك بالبطولات خلال الفترة الأخيرة؟ أقوى جولة لي في البطولات الأخيرة قلت لك هي جولتي اللي كانت مع الكيو ليجندز. شو هي أسباب مشكلتك مع إلمنتس؟ شو نتج عنها وكيف تمت تصلحها؟ سبب مشكلتي مع الإلمنتس، يعني صراحة ما توقعت هذا السؤال، ولكن أعتقد السبب هو سوء تفاهم، وكثرة الأطراف هي اللي زادت سوء التفاهم أكتر وأكتر. شو نتج من المشكلة؟ ما نتج شيء. كيف تمت الصلحة؟ ببساطة شلنا سوء التفاهم وحلينا الأمور وعادي تمت الصلحة، ما في شيء. الحمد لله، والتوفيق إليك ولإلهم، وبوجه تحية كمان لإلهم. طيب برأيك مين بيستحق ملك الراب السوري بالهادف، ومين بالدسات، ومين برأيك هو ملك الراب العربي بشكل عام؟ مين بيستحق يكون ملك الراب السوري في الهادف والدسات؟ بصراحة ما في شيء اسمه أنه ملك راب
دولة ملك كذا، لأنه كل واحد عنده نمطه، كل واحد عنده أسلوبه. يعني مثلا أي رابر بينزل أغنية عن موضوع هادف معين، بيجي رابر تاني بينزل أغنية عن هادف عن موضوع تاني، فأنت ما فيك تقارن هذا الموضوع بهذا الموضوع. مثلا الدسات، يعني ما فيك كمان تقارن. في نخبة بالراب السوري، إيه بقول لك في نخبة، ولكن أفضل رابر سوري ما أعتقد، يعني كله بيمثل الراب السوري وكله خير وبركة. بالنسبة للراب العربي، أفضل مغني راب عربي كمان نفس الشيء ما أعتقد، ولكن أنا في عندي تحفظ على موضوع الهادف بالراب عربي. أنا بصراحة لحد الآن ما شفت من الراب العربي كله كهادف أقوى من مستر دينجر يعني، وهذا السبب هو اللي خلاني أنه أنا أدخل معه بالجروب. يعني عنده كلمات قوية جدا، كلماته رائعة، وعنده أسلوب وعنده إحساس. يعني أنا الرابر الوحيد اللي شفته عنده قدرة أن يوصل لك إحساس براب هو مستر دينجر. يعني شخص موهوب، وأكيد أنا بتمنى له كل التوفيق، وهو أخ وصديق جدا غالي علي، ونحن مع بعض بنفس الجروب، وإن شاء الله الأعمال قادمة. شو تميل أكثر، للراب ولا الار ام بي؟ شو هي أعمالك المقبلة بالراب؟ شو هي الفترة الذهبية إلك بالراب بشكل عام؟ بالنسبة لموضوع راب ولا ار ام بي، بالنسبة لي الاثنين بيكملوا بعض، فحلو انك انت تكون قادر انه تأدي الاثنين مع بعض بنفس الوقت. بالنسبة لأعمالي المقبلة، يعني حاليا انا ببطولة الام اي للار ام بي وبطولة 3 داش للدسات، وعم بشتغل على هذا الفيديو كليب. حاليا هدول بس. يعني فترتي الذهبية بالراب، يعني اعتقد هي الفترة، لسبب أنه أنا بهاي الفترة قدرت أنه أحصل الوقت اللازم اللي أنا لازم أشتغل فيه. فالوقت اللي إجاني زيادة هو اللي خلاني أخذ مجال أكتر بأنه أثبت حالي أكتر وأكتر بالراب السوري أو على مستوى الراب العربي. حلو كتير ومسيرة مشرفة. شو هو معنى النيكنيم إليك، وشو السبب اللي خلاك تختاره؟ معنى اسمي أنه الراب مان. يعني هو بكل بساطة أنه لما أنا بلشت بالآخر 2005 كنت صف سادس، فالشخص بهذا العمر يعني تفكيره ما بيكون يعني على مستوى كبير من الأسماء والشخصيات اللي واحد ممكن يلاقي حاله فيها. بكل بساطة أنه أنا حبيت أكون رجل الراب، يعني راب مان، أنه أنا التوب، يعني عرفت كيف. فمع الوقت كثير ناس قالوا لي غير النك تبعك، لا يعني ما في داعي. أنا كنت أشوف حالي أنه أنا الراب مان، ولساتني بشوف حالي أنه أنا الراب مان. شو هو رأيك بالرابر أبو كلثوم؟ بالنسبة لأبو كلثوم، هو شخص مبدع، وأنا شخصيا بحب أعماله، مع أني أنا مالي من النوع اللي بحب النمط الديب كتير في الكلمات، أن يكون عميقة جدا وهيك، ولكن أكيد كل شخص له بصمته، له شخصيته في الراب، وهو كرابر سوري موفق جدا وأعماله حلوة، ومن الناس اللي بتمثل الراب السوري. شكرا لرأيك وبوجه تحية لأبو كلثوم. صح أنه كان في تجمع ومودي رفض يدخل فيه لأنه الباشا فيه، ياريت تحكي لنا القصة كاملة. قصة التجمع مزبوطة، وأنا كنت مقترح التجمع، وأنا اللي كنت عم بتواصل مع كل الناس المعارف اللي إلي مشان موضوع التجمع. هلأ قصة مودي العربي، يعني بصراحة أنا يعني ما علقت عليها كثير من قبل، ولكن القصة باختصار أنه أنا كان عندي مشروع تجمع راب سوري، فأنا كان بدي من كل محافظة شخص يمثله. بالوقت اللي كان تواصلي مع رابرز الشام يعني كان قليل شوي، فقلت مودي يعني ممكن أنه نحكي معه ويمثل راب الشام، خلص أنه يعني اسمه موجود وموجود في الراب السوري، فخلص ممكن نكلمه. وقال له بكل بساطة أنه أنا كان في تواصل بيني وبينه من قبل، حتى هو اللي مكلمني من قبل بالأيام اللي صارت الناس تهاجمه أنه أنت سافرت برا البلد، وأنت بتحكي أنه أنت ما بصير تسافر، وأنت اللي بتحكي رسائل أنه لازم تضلوا في البلد، وأنت بتناقض نفسك. فهو دخل علي على المحادثة، ومرة صار يكلمني أنه يا أخي الناس بتحكي عني هيك وبتحكي عني هيك، وأنا يعني وقفت معه وقلت له لا، أنه لا ترد على الناس، والناس ما بتعرف جوهر البني آدم وهيك. يعني كان تعاملي معه جيد، ولكن بعدين لما كلمته أنا قلت له أنه يا مودي أنه بدنا نسوي تجمع، وأنا اخترت اسمك يكون هو أنه اللي بيمثل راب الشام. فبحكي لي طيب مين اللي في التجمع؟ فحكيت له أسماء معينة،
فرد عليه هيك بنفسية أنه هو الإمنم، عرفت علي كيف؟ أنه كيف وضعه هيك تغير البني آدم سبحان الله. المهم فقلت له يعني أسماء، أسماء من ضمنهم إبراهيم باشا. فحكى لي أنه أنا ما بعرف أغلب هالأسماء، ولكن بعرف بس إبراهيم باشا، وأنا ما بيناسبني الشغل مع إبراهيم باشا. فقلت له خلص أوكي على راحتك، وسكرت المكالمة طبيعي جدا. ولكن أنا اللي بعرفه بنفس الفترة أنه كان باشا، أنا مو قلت لك كل يوم أو يومين بنحكي أنا وباشا، يعني على طول معلوماتي عنده ومعلوماته عندي. فكان باشا حكي لي قبل بيومين أنه مودي العربي عم بيحاكي إبراهيم باشا، عم بيقول له بدنا نشتغل فيت، يعني مودي العربي عم بيطلب من باشا الفيت. بالوقت نفسه اللي بيظهره بيحكي لي أنه ما بيناسبني العمل مع باشا. فأنا بكل بساطة رحت عند إبراهيم باشا، لأنه هو يعني أخي، وأنا أكيد لما بشوف شيء ممكن يضره لأخي أكيد ما بسمح بهذا الشيء. فبكل بساطة حكيت معه، قلت له أخي أنت مودي العربي مو هيك حاكي لك من يومين؟ قال لي إيه. قلت له أخي هذا زلمة لا تشتغل معه أنت، يعني مو تمام، بس هيك حكيت مو أكتر. فراح حكى لي شو القصة. قلت له خلاص أخي ما في داعي أنت تعرف، بس أنه أنت هذا الزلمة بوجهين، خلص لا تشتغل معه لأنه هو يعني مو من الناس اللي نحن بنحب نشتغل معه. فحكى لي ليش وما ليش. قلت له أخي بكل بساطة هيك هيك القصة، أنه حكيت معه حكى لي ما بيناسب لي الشغل مع باشا. فقلت له هذا الزلمة لا تعطي وش، وخلص قل له أخي ما بدي أشتغل معك فيت، لا تشتغل معه. فراح باشا بعدين نزل فيديو وهالقصص. يعني الموضوع كان بسيط جدا، مجرد أنه أنا شفت شخص عم بيغتابه لأخي بغيابه، وأخي مفكر حاله أنه هذا الشخص كويس، فأنا نبهته لباشا مو أكثر، قلت له أنه لا تشتغل معه، وقل له أنه ما بدي أشتغل معك الفيت، ورفضه وخلص. إن شاء الله يكون انتهت المشاكل ورجع الألفة للراب السوري. لشو بتميت أكثر، الدسات ولا الهادف؟ بالنسبة لي الدسات والهادف نفس الشيء. هلأ برأيك اللون مهم وبتقبل تنزل معك صاعد مثلا الفيت؟ بالنسبة للون يعني هو ما كتير مهم، ولكن حلو الواحد يكون عنده لون بيميز مستواه، ويكون اللون حقيقي يعني الشخص بيستاهله. أما بالنسبة لأنه أنزل مع صاعد، فإذا كان الشغل كويس ومستواه كويس فما في مشكلة أنزل مع صاعد عادي. يعني إذا ناس ما دعمت بعضها بحياتنا ما رح نرتقي بالراب اللي احنا منقدمه أو راب الدولة اللي احنا منمثلها. طيب هلأ ممكن شوفك التحدي اعتزال؟ بالنسبة لتحدي الاعتزال يعني شوف، لو كان في شخص مستفز وشخص مثل ما بقوله بهايط، فأكيد رح أنزل تحدي اعتزال معه، لحتى أخليه يعرف كيف يحكي كلام هو مو قده. فبالنسبة لي أنا يعني ما أحبذ هذا النوع من التحديات، ولكن بالنسبة لي شخصيا إذا شخص شفته بيقول لي تعال تحدي اعتزال وشخص قوي، فأنا جاهز. يعني حلو كتير بس إن شاء الله ما أشبك بتحدي اعتزال. بما أنه رجعت منظمة الأندرغراوند ماسترز، برأيك رح تقدر تعمل شيء جديد بساحة الراب العربي، أنه تبرز مرة تانية ولا كيف؟ على الأسماء اللي فيها أعتقد أنه حيكون في شغل حلو منه. بوجه تحية لمنظمة الأندرغراوند ماسترز ومدير الأعمال يا ساهل النحر. طب شو هو السبب اللي ما خلاك لهلا تنزل تراك واحد مع أولاد جروبك ليريكس إنفينيجن أنه غير البطولة؟ الفكرة هي ببساطة أنه مستر دينجر مشغول بهالفترة، فعنده ضغط كبير، ولكن في عمل جاري بيني وبينه، وبنفس الوقت تواجد روك وتواجدت البطولات، فهذا الشيء اللي خلاني أنه مثل ما بقول نضرب عصفورين بحجر واحد. فدخلنا باسم الغزو، وبنفس الوقت بطولات مشان نثبت اسم الغزو أكثر وأكثر، ونثبت حالنا كمان أكثر وأكثر. بالتوفيق لكم، وبوجه تحية لمستر دينجر وديجي روك. شو أقوى تراك بالنسبة إلك؟ يعني تراك لإلك بالنسبة إلك؟ أقوى تراك لإلي يعني ما في تراك معين، قلت لك أنا يعني بالنسبة للدسات يعني أنا بكل دس بنزل فيه يعني بحاول أطلع كل شيء عندي، فكل الدسات اللي أنا بنزل فيها بالنسبة لإلي هي بمستوى واحد. أما بالنسبة للأعمال الهاتفة إذا كانت فردية يعني ممكن أن أختار، بس الأعمال الفردية بالهدف عندي قليلة شوي. وبالنسبة للأعمال التانية اللي بتكون مشتركة مع رابرز تانين، ف يعني ما أنا بحكم عليها، الناس بتحكم أنه شو هو أقوى تراك هادف لألي. هلا شو هو رأيك بجروب السوق سيريان أم سيز؟ شباب السيريان ثاكس أم سيز مستواهم حلو، وأنا شخصيا بحب أشتغل أكتر شيء مع باري كيو 8 وهو معي بالموفمنت تبع الزيرو تو ون ديمونز. هلا كان في تحدي في الستايل بينك وبين كوزو، هو قديم، فيك تحكي ترتيب الفيديو وكيف صارت القصة؟
الفكرة بكل بساطة يعني صارت أنه طبعا هذا الفيديو قديم وهي المناسبة اللي صارت كان تجمع كمان قديم كتير، يعني أعتقد بال2010 أو 2011 مو متذكر بالضبط. الفكرة كانت أنه فولكانو كان أول ما بلش بهالفترة كان في تواصل بينه وبينه، فهو يعني مثل عزمني لعنده، فطلعت أنا على حمص من حلب لحمص باستضافة فولكانو، يعني تعرفنا على بعض بشكل شخصي، وبعدين صار في هيك انه تجمع وهيك بنفس الوقت كانوا منظمين تجمع، فرحنا على التجمع وبكل بساطة انه يعني كان موجود كوزو، وكان معروف عنه كوزو انه هو اقوى واحد بحمص، فحكى لي فولكانو انه هذا بدنا اياك تخسره فريستايل، فشاركت أنا يعني بناء على طلب فولكانو وأغلب الشباب، فيعني صار تحدي فريستايل ودي، وبنفس الوقت هو كان في بيف بينه وبين الباشا، والباشا كان معي بالجروب الكاونتري جايز، فهذا الشيء اللي زاد حماس التحدي طبعا.